تصور هنا بعدين بالقدر هذا. واحد اثنين ومزيك مرة ثلاثة. بحكم الله بالخير، حنا صاحين الفجر ومزين عجينتنا. هذه العجينة عزيم من خبز الأفغاني. اي والله. كاسين طحين أبيض وكاس بر، طحين بر، خبز ولا أزيم منه، مع شوية زيت، كاس زيت، فنجال زيت، وشوية خميرة فورية، نص ملعقة صغيرة، وسكر نص ملعقة، وملح شوي، وهذا طلع لكم الخبز. ها وبالعافية. بسم الله. تعال شوف، قرب قرب هني. ها عدل عدل، خبز على الجمر. عدل طرفها. تعال هني شوفها. عدل عدل طرفها. شوف الخبز هذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا يطلعون البر، لازم يتعلمون. يعطيك العافية ابو ناصر. أجل نسوان جايبين لهم وحدة خبز لهم معجنات ب 1300 ريال، مو حرام، ب 1300 ريال. وبنات يلقى المرأة بالبيت برميل متروس، بس تشتكي من جسمها غير حالة، قلب الرجل من شغلها صار محموس، لمرضعة لمربية في عياله، لجا معاشة تنشبع عطني فلوس، وتصير وسط البيت صاحب جلالة، والبنت جملة حطها داخل القوس، في المجتمع لغز يحير سؤاله، لا تفرش السفرة تحترق خبزتنا، لا تفرش السفرة ولا تجيب مكبوس، لا تغسل ولا تجيب البيالة، أكل ونوم وجسمها تقول جاموس، في شربة الماء تتكل على العمالة، ولا الولد يحدد الرأس بالموس، وأكبر همومه يعتني في جماله، كل يوم جالب له من السوق ملبوس، يركض ورا الموضة وخلى عقاله، والعولمة بتجيك في ناس نهيوس، واللي بقى شرواك ضايع مجاله. يلا دخيلك، وضعنا صار معفوس، وقت الضحى من هو يضيع شماله، شفت السفينة ينخر بجسمها السوس، واكبر جنود السوس هو البطالة. لا تحترق خبزتنا يا اخوي. صح الزام صح الزام.